مرة تانية اتصدر اسم راصد الزلازل الهولندي الشهير فرانك هوجر بيتس الترند خلال الأيام اللي فاتت، وده بعد ما فيديو نشره على صفحته الخاصة على الفيسبوك واللي حذر فيها من نشاط زلزالي مرتقب، وقال إنه الزلزال متوقع إنه تكون قوته ما بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر خلال شهر نوفمبر، وده من غير ما يقول أو يوضح المكان اللي ممكن يحصل فيه الزلزال. وهنا لازم نوضح شيء مهم جدا، وهو إنه بالرغم من إن توقعات فرانك صدقت قبل كده بخصوص زلازل حصلت في تركيا وأندونيسيا وغيرها، إلا إنه كتير من علماء المتخصصين بيرفضوا نظرياته وتوقعاته وبيقولوا أنها مش علمية بالمرة.